السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. الفيديو اللي معانا النهاردة هو الموت يفجع فنان مشهور منذ قليل. أفجع الوسط الفني بخبر وفاة والده، وهو فنان شاب مشهور في الوسط الفني وقام بعدة أدوار فعلا بتشهد له أنه فنان موهوب، مسلسل أستاذ ورئيس قسم، وكمان مسلسل مع الفنان عادل إمام وهو مسلسل صاحب السعادة. وهو الفنان الموهوب الشاب أحمد عبد العزيز، وأعلن وفاة والده وطبعا قال إفطارك في الجنة. وتفاصيل وفاة والد الشاب أحمد عبد العزيز، أعلن الممثل الشاب أحمد عبد العزيز وفاة والده اللواء عبد العزيز أمين عبر حسابه وموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وكتب أحمد عبد العزيز: لله الأمر من قبل ومن بعد، واختار أبي إفطاره أول يوم رمضان في الجنة. وقال أحمد عبد العزيز بعد إعلان خبر وفاة والده: قال صلاة الجنازة اليوم السبت 1 رمضان بعد صلاة الظهر، ومن مسجد فاطمة الشربطي بالتجمع الخامس، وحدد ميعاد تشييع الجثمان، وقال والدفن بمقابر الأسرة مركز المنصورة، والعزاء هيكون يوم الأحد 2 رمضان بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس. وما لنا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ونعى والده بكلمات مؤثرة عبر حسابه على الفيسبوك، وزي ما احنا ما شفنا أعلن موعد صلاة الجنازة وكمان تشييع جثمان والده. والفنان الشاب أحمد عبد العزيز ليه أصدقاء كتير جدا من داخل الوسط الفني ومعجبين كتير جدا، ونعاه عدد كبير من الفنانين على صفحاتهم الشخصية بعد إعلان خبر وفاة والده، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، وكمان اتأثروا بعد ما الفنان الشاب أحمد عبد العزيز قال إن أول يوم فطار لوالده هيكون في الجنة. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.